معايا ايه بقى؟ مكعبين من الزبدة، معلقة زيت، معايا ثوم متقطع شرايح، معايا كمان ايه زيتون اسود مخلي طبعا من البذر كاملة كده. لو عايزة تحطي شرايح مفيش مشكلة، بس انا هحط الزيتونة كده صحيحة بشكلها كده بس مخلية من البذر اللي فيها. معايا كمان فيليه الانشوجة، الانشوجة طبعا بتتباع في معلبة مثلا في السوبر ماركت او موجودة، يعني هتلاقيها برضو في السوبر ماركت في القسم اللي بيبقى فيه اللحوم والاسماك والحاجات دي، هتلاقي فيها عندهم الفيليه بتاع الانشوجة. انا هحتاج تقريبا 2-3 كده من فيليه الانشوجة، هيشقلبوا الطبق، هيعملوا نكهة وطعم مش معقول. وطبعا هي حادقة شوية، فمش محتاجين ان احنا ايه نحط ملح كتير وبتاع، لا خلوا بالكم انها بتبقى حادقة. رشه شطه، ومعايا كمان كوبايه من صوص الطماطم مضروبه في الخلاط، هنحتاج كوبايه او يمكن اقل شويه حسب كميه الطماطم بتاعتك، وملح وفلفل اسود حاجه خفيفه، ومعايا ورق بقدونس كده علشان ايه ازوق بيه الطبق وبس. خلاص وصفه بسيطه جدا. الطاسه سخنت قوي، انا مش عايزاها تبقى سخنه خالص كده، ههويها كده عشان ايه تبرد شويه عشان الزبده ما تتحرقش. هنحط شويه زيت يعني معلقتين كده، ونحط معاهم الزبدة، قلنا مكعبين كده من الزبدة يعني معلقتين كبار من الزبدة، تمام. الزبدة بقى بتبقى ظريفة جدا، الزبدة. هنحط الثوم، شرايح الثوم، ومعايا بقى ايه الفليه بتاع الانشوجه اهو، بصوا كده معايا على القرمه. انا ايه معايا اربع تقريبا فليهات اهو، بصوا ظرف جدا. كان ايه السكينه كده هقطعهم، او لو عايزه تحطيهم صحاح براحتك يعني ينفع برضه، بس انا ايه قطعتهم كده صغير، هحطهم على الثوم اقلب عشان كده، عايزين الثوم شرايح عشان ما يلحقش يتحرق ولا يلون مننا قوي ويضايقنا، تمام كده. الله بصوا بقى ريحه الانشوجه طلعت على طول، خطيره مش معقوله، تمام. هنحط الزيتون، ناخد له كده برضو تقليبه وينزل طعمه مع الزبده كده، ومعايا صوص الطماطم هحطه، كده زي ما قلت لكم الانشوجه بتبقى يعني حادقه شويه فتخلوا بالكم. هنحط كده رشه ملح ورشه فلفل وكمان رشه خفيفه جدا من الشطه، كده بصوا يا جماعه سهله جدا. هعمل ايه بقى بعد كده؟ هقوم حاطه المكرونه بس كده وتبقي خلصتي الغدا. وطبق ايه بقى يعني؟ مش اي حاجه، مش حاجه سكه كده، لا كده وريحته بقى جبارة وسهل جدا. بس كده طبعا تقدري تعملي كمية اكبر بكتير من اللي انا عاملاها، بس يعني ايه انا عاملة الكمية المناسبة للطاسة بقى وللمكونات اللي معايا، وهي اصلا الكمية دي اعتقد انها كافية لفردين يعني. نجيب بقى الطبق الظريف اللي احنا هنقدم فيه الباستا الظريفة دي اهو، يا سلام. خلاص انا هطفي النار
هجيب الطبق كده جنبي، وايه هلف المكرونه كده، هروح على الطبق هنا كده، يعني عايزين نغرفها بشكل هرمي كده ظريف، يعني حاولي. والله احنا بنحاول كده اهو، اخر حبة كده اهو، ارمهم كده، نبتدي بقى ايه، نحط بقى الزيتون الظريف ده. عشان كده بقول لكم بقى هو صحيح كده بيبقى احلى من الزيتون لما بيبقى شرايح، بيبقى اظرف كده، بيلمع كده وشكله حلو. وبس كده هحط بقى ورق بقدونس عليه من فوق، ويبقى ايه الطبق خلص وبالهنا والشفا. جربوه ظريف جدا. بس كده خلاص، بس كده منديل ايه نهندم الطبق عشان نبقى شكله كده ملحوس. والقليل من ورق البقدونس اللي معانا هنا اهو كده، وبس خلاص